التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سئنا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت شقيق الصبر والسلوان والتقي الرئيس السيسي باخيه الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الجديد معربا عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيره التقدم والنماء بالبلاد تعلن اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة الثانية ظهرا نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وكانت الهيئة قد أعلنت أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية او وكلائهم على القرارات الصادره من اللجان العامه بشان عمليه الاقتراع وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الاجراء والمحدد في الجدول الزمني للعمليه الانتخابيه قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي مبنى قسم الولاده في مستشفى ناصر بخان يونس واوضح المتحدث باسم وزاره الصحه بغزه ان القصف ادى لاستشهاد سيده واصابه اخرين بينهم اطفال بجروح خطيره وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزه استشهد عشرة فلسطينيين في قصف اسرائيلي على منزل غرب المخيم وفي شمال قطاع غزه اوضح المتحدث باسم وزاره الصحه ان الغارات الاسرائيليه على خيم جبليه للاجئين ادى لاستشهاد تسعين فلسطينيا يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسه لبحث الاوضاع الانسانيه بقطاع غزه ومن جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء بقطاع غزة يشبه حمام الدم، وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية للمستشفى، أعلنت المنظمة أن مستشفى الشفاء لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة، ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة آخر في اشتباكات عنيفة جنوب قطاع غزة ومن جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف تمركزات لقوات الاحتلال في محاور شرق وشمال خان باستخدام القذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهون محققين إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال وفي حي الزيتون تم استهدافه بقذائف الهون مجموعة عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخلي الخليل ومدينة نابلس من محاور عدة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين، وفي مدينة قلقيلية اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني اصابه شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لقريه باقه الحطب شرق المدينه ورياضيا يلتقي النادي الاهلي اليوم في الثامنه بتوقيت القاهره مع فريق فيرمينانسي البرازيلي في دور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه المقامه بالسعوديه وكان الاهلي قد تاهل الى الدور قبل النهائي بعد فوزه على اتحاد جده السعودي بثلاثه اهداف مقابل هدف في الدور الثاني من مونديال الانديه ختام موجز التاسعه فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر